بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ما شاء الله الله يحفظ على صوتك. عبد الله كم عمرك ما شاء الله؟ هو 11 سنين بس باكستاني. باكستاني ما تعرف ما اعرف كلام العربي. ولدك هذا ولدك؟ اي نعم. ابنك ها؟ اي نعم. ما شاء الله الله يسلمك. الله يسلمك. ما شاء الله نشوف احد المشايخ والدعاة. جزاكم الله خير. اكثر من جهه الاخلاقيات. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شكرا. أكرمك بالله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الله يبارك فيك.